سيدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا اليوم عند الأم أمال، والأم أمال تناولت معها موضوع في السابق صراحة من أصعب الفيديوهات والقصص اللي تناولت في الحياة ديالي. أم أمال عندها جوج بنيات تبحث عن اسم ديال الأم، بمعنى انه الامنيه ديالها بغات دوك البنات تسمعهم تيهضروا غير مره يقولوها ماما بالدارجه المغربيه. شوفوا معايا القصه ديال ام امال. اختي امال، كما جبنا عندك في السابق، نجي نشوفوا اخر المستجدات، فين وصلتي، الوضع ديالك، عاودي ليا. خويا تنشكرك بزاف انك جيتي عندي وجيتي تشوف هاد البنيات، الله يجازيك بالخير الاخ يوسف. خويا تنشكرك الاخ يوسف ملي جيتي عندي ثاني مره وجيتي تشوف هاد البنيات وطلع عليهم، الله يجازيك بالخير. خويا هاد البنيات تزادوا من الكرش ديالي مرضات، ملي كانت عندهم شهرين وانا كنجري بهم، ما خليت بهم الدار البيضاء، ما خليت بهم حتى بلاصه، اي طبيب حتى من الثلاجه. خويا بعتها الاثر ديال الدار، بعتو الراجل على قد الحال، غير خدام في تبنيت، مره خدام مره جالس. والمصاريف ديال الطب خويا غاليه بزاف، كل مره خاصهم الشبكه، كل مره خاصهم ليغيم السكانير، وهذا هو الجهد ديالي، جهدي محدود، والطب خويا غالي عليا بزاف. والحمد لله والشكر لله، خاصهم الحليب، خاصهم ليكوش، خاصهم الدواء، خاصهم الاكل ديالهم، خاصهم غير الحاجه بحال الصوبه، الفواكه طحنيها ليهم، عندهم التغذيه ديالهم خاصه. والحمد لله والشكر لله اخويا. الا كان ممكن بالنسبه للناس بطبيعه الحال اللي ما عمرهم عرفوا القصه ولا هذا، باش نوضعهم في الصوره اكثر، عاودي لي المرض ديالهم، عاودي لي المشكل ديالهم فين كاين. خويا ملي درت ليهم ليغيم عاد بان ليهم المرض ديالهم، عندهم مرض الصرع، وعندهم الماء في الراس، وعندهم قال لك تشنج في المخ، المخ مكمش ليهم، والعوينات اخويا ما تيشوفوش بهم. هذه هي الصدمه اللي تصدمت انا والاب ديالهم، انهم ما تيشوفوش بالعوينات ديالهم. وبغيت تنتمنى انا كاي ام تنتمنى بان بنياتي عيطوا لي غير كلمه ماما، ويشوفوا حتى هما غير النور ديال سيدي ربي، يشوفوا غير النور بعويناتهم. ولكن الله ما بغاش اخويا، الله ما بغاش، والحمد لله والشكر لله على عطيت الله. وانا كنتمنى دابا غير من الاخوان ومن المحسنين داخل المغرب وخارج المغرب غير يتعاونوا معايا على حساب بنياتي، على الطبيب ديالهم، طبيب شويه غالي ديال مرض الصرع، طبيب والدواء وليكوش والحليب، هادشي اللي كنطلب من الله ومن المحسنين، غير تعاونوا معايا على بنياتي، على زينب وعلى السعديه. الله يجازيكم بالخير، الله يجازيكم بالخير. راه التكلفه ديال الطبيب ديالهم غاليه، وما كاينش غادي يرحمك، عندك الفلوس غادي تدخلي تدوزي لي، وما عندكش ما كاينش غيتسوق ليك. وهادشي اللي كنطلب من الله ومن المحسنين، انه يتعاونوا معايا على بنياتي، على التطبيب والترويض والدواء والحليب وليكوش. الله يجازيكم بالخير، الله يحفظ لكم وليداتكم. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، اللي جات من عند الله مرحبا بها. الحمد لله، هذا ابتلاء من عند الله، مرحبا بي، مرحبا بي. ولكن باغا العوين، انا ماشي كارهاهم ولا شي حاجه، ولكن طالبه العوين. لحقاش جوج بنيات ماشي غير وحده، ولو يخدم باهم ليل ونهار ليل ونهار، وما عندوش واحد الصالير شهري اللي كيدخلوا على بنياته، راه غير خدام غير تبنيت، سيمانه خدام وسيمانه ما خدامش، وعاد الكر ديال الدار، والله يكون في العون. خويا البنيات ما كيخرجوش، ما كيشوفوش الشمس، ما تيشوف والو الا في الطبيب، الا ديتهم لعند الطبيب عاد كيخرجوا للترويض. كاريه في الكطريام، وصعيب الحال عليا في الدروج، حتى تندق على الجاره عاد كتهبط معايا، هي وحده وانا وحده، عرفتي. وحنايا صحاح وكنتمحنوا في الدروج، بسم الله هما ما كيخرجوش اخويا، وانا بغيت انا بغيت بنياتي نديرهم في الكروسه ويخرجوا يتشمشوا ويضربوا مع شويه الهواء، ولكن ما لقيتش لي الجهد اخويا، ما لقيتش الجهد. ما كرهتش المدويره في السفلي، واخا عبيت وكوزينه في السفلي، ولكن ما لقيتش اخويا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله اخويا. الله يفرجها، الله يفرج علينا وعلى جميع المسلمين، والله يحنن القلوب على هاد البنيات، الله يحنن القلوب للعباد. خويا الماكله ديالهم كندير لهم مع السوائل، وكندير لهم مع السرينكه، هي باش كنعمرها وكندير لهم في فمهم، وكيطيبوا لي مفاهمهم، عرفتي، لدرجه اني كيسيل ليهم الدم. وكنعقط على جارتي الله يجازيها بالخير ساكنه لتحتي، كنقول لها عتقيني اجي تشوفي، تنخاف لي يموتوا ليا ولا شي حاجه.
وتندير لهم على السرانق وكنوكلهم مساكن. شنو هي اللي كديري لهم؟ تندير لهم السرانق شاريه من الصيدليه هي اللي كنعصر لهم في فم. الحمد لله والشكر لله. دابا هادي هي اللي كديري لهم فم؟ هي اللي كندير لهم اخويا، كندير لهم الصوبه وكنعصر لهم في فميتهم والحليب والدواء، هادشي هادي باش عايشين بنياتي فكيما حلوش فهمهم. والله سبحانه وتعالى يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، صراحه انا لا اتكلم عن فراغ، لما قلت في السابق انني من اصعب الفيديوهات اللي تناولت في الحياه ديالي نفس الوضع. تطلبوا تسمع بنياتات يقولوا ماما الوضع ديالهم صعب. اللهم لك الحمد على مجموعه من المحسنين اللي ساعدوها في الاول بشكل مؤقت، وكل حسب استطاعته. بطبيعة الحال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الوضع ديالها صعب، هي حاليا كتسكن هنا كاريه. بطبيعة الحال حتى هذه البلاصه اللي كاريه فيها في الكاتريام، يعني في الطابق الرابع، صعيب عليها بزاف الامور. الوضع ديالها هش. تنطلب الله عز وجل وجل المغاربه بوجه الله عز وجل وهاد البنيات انهم يساعدوها وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.